قال: فمن خالف الوحي المبين بعقله فذاك امرؤ قد خاب حقا وقد خسر. من خالف الوحي المبين، أي من ارتكب في أموره وأعماله وشؤونه ما يخالف الوحي، مقدما عقله على كلام ربه وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فذاك امرؤ قد خاب حقا وقد خسر، أي لم يحصل في عمله هذا إلا الخيبة والخسران. الخاسر ضد الرابح فهو لم يربح ولم يحصل إلا الخسران، ولم يحصل أيضا إلا الخيبة في الدنيا والآخرة. فجمع بين هذين الأمرين الخيبة والخسران. فذاك امرؤ قد خاب حقا وقد خسر. وفي هذا البيت تنبيه للمصنف، تنبيه من المصنف رحمه الله على بطلان ما عليه المتكلمين قاطبة، تنبيه على بطلان ما عليه المتكلمين قاطبة بجميع طوائفهم وكل فئاتهم. فكل من يقدم عقله على كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام فهو خائب خاسر، لا ينال من طريق علم الكلام غاية محمودة وعقيدة راشدة ودينا صحيحا، بل لا ينال من طريق علم الكلام إلا الشكوك الباطلة والريب، كما هو الحال الذي وصل إليه المتكلمون وأعربوا عنه بعد خوض طويل في علم الكلام. والشواهد على ذلك في كلامهم كثيرة، لكن أجتزئ بالإشارة إلى قول واحد منهم وهو الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين، عقد فصلا فيه حذر فيه من علم الكلام تحذيرا شديدا، ثم لما حذر من علم الكلام قال: لو سمعت هذا الكلام من محدث لقلت الناس أعداء ما جهلوا، يعني لكون علماء الحديث يجهلون علم الكلام ذموه، ولكن خذ هذا الكلام، يعني خذ ذم علم الكلام من رجل سبر علم الكلام وبلغ منتهى وخرج بنتيجة قررها في كتابه إحياء علوم الدين، قال: فالوصول إلى الحق عن طريق علم الكلام مسدود. الوصول إلى الحق عن طريق علم الكلام مسدود، يعني مغلق، ما يمكن تصل إلى الحق من طريق علم الكلام. والعجيب أنه في إحياء علوم الدين الذي قرر فيه هذه الحقيقة عقد فصلا في العقائد كله مبني على علم الكلام، يعني كله سار فيه مع نفس الطريق الذي أخبر هو عنه أنه مسدود، فلم يبنه على آية من كتاب الله ولا على حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما بناه على عقليات المتكلمين. أخبر عن الطريق أنه مغلق ومشى معه وأخذ طائفة من الناس معه في ذاك الطريق المغلق، مع علمه بأن وتقريره بأن الطريق إلى الحق من خلال علم الكلام طريق مغلق مسدود. فالناظم يدرك هذا الأمر ويدرك الضياع الذي حل بالمتكلمين، يدرك الضياع الذي حل بالمتكلمين والفساد العريض الذي توصلوا إليه بسبب علم الكلام، فعقد هذا البيت العظيم محذرا من علم الكلام. قال: فمن خالف الوحي المبين بعقله فذاك امرؤ قد خاب حقا وقد خسر. وإذا كان المرجع في الأمور إلى العقل، إذا كان المرجع في الأمور إلى العقل، فما فائدة بعثة الرسل؟ إذا كان المرجع في الأمور العقل، ما فائدة بعثة الرسل؟ ولهذا قال بعض العلماء في الرد على هؤلاء، قال: مقتضى ذلك، قال مقتضى ذلك أن يقول الواحد منهم: أشهد أن عقلي رسول الله. إذا كان العمدة عنده عقله والمقدم عنده عقله، فما فائدة بعثة الرسل
ثم إذا قيل إن العمدة العقل، يأتي السؤال في غاية الأهمية، وهو عقل من؟ إذا كان المقدم العقل والمعول على العقل فعقل من؟ العقول كثيرة ومتفاوتة. وإلى هذا المعنى أشار أحد السلف عندما قال: لو كانت الأهواء هوى واحدا لقيل إنه الحق. لو كانت العقول عقلا واحدا لقيل يمكن أن يصبح العقل مرجعا مثلا، لكنها عقول، عقول متفاوتة. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله كلمته المشهورة، قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا الكتاب والسنة لجدله. وجاءه مرة الرجل وأراد أن يناظره في مسألة، فقال له الإمام مالك: فإن غلبتني؟ قال: تتبعني. قال: فإن غلبتك؟ قال: أتبعك. قال: فإن جاء شخص ثالث وغلبنا؟ قال: نتبعه. قال: يا هذا ليس الدين لمن غلب، ليس الدين لمن غلب، ليس الدين كلا يعرض عقله ومن أسكت الآخر فالحق معه، ليس هذا هو الدين. الدين ما هو؟ قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. لم يدرك هذه الحقيقة إلا السلف الصالح رحمهم الله، ممن للكتاب والسنة في قلوبهم حرمة ومكانة وتعظيم. ولهذا كان تعويلهم في أمور الدين ومرجعهم هو كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام.